لو عايز تشتري كارت شاشة مستعمل او اشتريت بالفعل وعايز تتأكد ان الكارت اللي هتشتريه ده او اللي اشتريته سليم او فيه مشكلة عشان ما يضحكش عليك، خاصة ان الكروت المستعملة 99% منها ممكن يكون متعدن بيه والكارت يكون مستهلك، هقولك على اسهل طريقة تختبر بيها الكارت وتعرف الكارت سليم ولا لا. تابعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هاني غنيم. كان لازم بعد ما عملت التجميعة اللي بالكامل مستعملة اللي كانت دي المرة اللي فاتت، خاصة انها بكارت شاشة خارجي زي الـ RX 470 او الـ RX 570 او الـ RX 580، خاصة ان الكروت دي ممكن تبقى متعدن بيها في الغالب، فكان لازم اقولك ايه الطريقة اللي تقدر تختبر بيها الكارت وتتأكد ان هو سليم ولا لا، لان طالما انت رحت لحاجة مستعملة خاصة كارت الشاشة فلازم ومهم جدا ان انت تختبر الكارت قبل ما تشتري. واللي لسه ما شافش الحلقة اللي فاتت والتجميعة اللي عملتها اللي كانت ب 4500 جنيه هسيب لك اللينك تحت في اول كومنت تقدر تشوفه. واحب اشكر كل اللي عمل لايك وكومنت وشير للفيديو اللي فات، لان ده الدعم الحقيقي اللي بيخليني استمر واعمل فيديوهات اكتر. فما تنساش اللايك المتين واكتب لي تحت في التعليقات رأيك في الحلقة، ولو كنت جديد معانا اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها، وياريت تدعمني ان انت تعمل شير للفيديو. اول حاجة، لو انت بتشتري كارت شاشة مستعمل فيفضل ان انت تشتري من حد انت تعرفه، حد مثلا من اصحابك، لان ده بيكون استخدام شخصي فده الافضل. ولكن لو الكلام ده مش متوفر وهتشتري من تاجر فيفضل تعمل الحاجتين اللي انا هقول عليهم دلوقتي. اول حاجة، افحص الكارت من حيث الشكل الظاهري، شوف المراوح، هل المراوح بتاعته سليمة؟ هل فيها كسر؟ هل فيها لحمات؟ بص على الكارت بالكامل، هل في اي خبطات او اثار خدوش؟ اتأكد ان الهيت سينك والمراوح متربطة كويس وماسكة كويس في كارت الشاشة وما كانتش مفكوكة قبل كده. تاني حاجة، هتختبر الكارت بعمل ستريس تيست، وستريس تيست ده يعني كأنك بالظبط مشغل ألعاب تقيلة عليه، هتضغط على الكارت جامد جدا علشان تقدر تختبره، وده هيتم عن طريق برنامج فورمر. وهنا هتحتاج ان انت تنزل برنامج MSI افتر برنر وبرنامج فورمرك، وهتاخد الاتنين دول معاك وانت رايح تشتري. اول حاجة هتعمل سيتاب MSI افتر برنر، سيتاب سهل جدا بسيط زي اي برنامج سهل، وده الغرض منه ان هو اثناء عمل الاختبار هيظهر لك بعض البيانات المهمة زي درجة حرارة الكارت طوال فترة التست اللي انت بتعمله، استخدام الكارت هل 100% ولا كام في المية، هتلاقي فيه بيانات مهمة قوي هنقدر نتابعها من خلال البرنامج ده وانت بتعمل الاستريس تيست. وكمان هتعمل سيتاب برضو للبرنامج التاني اللي هو فورمارك اللي هو هيعمل الاستريس تيست، وبعد كده تفتح البرنامجين مع بعض وتعمل الآتي: هتظبط اعدادات الافتر برنر وتختار الحاجات اللي انت عايزها تظهر لك اثناء عمل الاختبار، بعد كده هتفتح الفورمارك هتلاقي بقى ظاهر لك كارت الشاشة او الكروت اللي انت مركبها، ممكن كارت او اتنين او تلاتة على حسب الكروت، هيظهر لك هنا اسم الكارت بتاعك، وبعدين هتختار الدقة اللي هتختبر عليها زي مثلا 1080 او حتى ممكن لحد 4K، انت هتختار الدقة اللي هتعمل عليها الاختبار، وبعد ما تبدأ تسيبه شغال من ربع ساعة لنص ساعة وتفضل مركز، مش تشغله وتقوم وتمشي، تفضل مركز في الاعدادات والحاجات اللي ظهرالك اللي احنا اظهرناها ببرنامج افتر برنر، تتابع استهلاك كارت الشاشة هل 100% باستمرار ولا بيكون فيه دروبات بتحصل، درجة الحرارة بتوصل لكام، هل مثلا حصل ان الشاشة قفلت كده او سودت لثانية ورجعت اشتغلت تاني زي كده، لان في الحالة دي هيكون فيه مشكلة، هل بتلاقي الجهاز ممكن ان هو يهنك كده ثواني ويرجع كده يتحرك تاني او يبقى شغال تاني، او بيهنج لفترات طويلة وتحس ان الجهاز معمول له فريز تماما وبعدين ترجع تحس ان بدأ يشتغل تاني. بعد مرور نص ساعة من الاختبار ده لو لقيت كل حاجة ماشية سليم ومفيش اي مشكلة من المشاكل اللي انا اتكلمت عنها، او ما شفتش اي حاجة بتدل ان الجهاز هنج او قفل زي ما انا اتكلمت او حصل شاشة سودة، يبقى كده الامور سليمة والكارت سليم.
طيب بالنسبة لدرجة الحرارة، هتعرف منين درجة الحرارة المناسبة للكارت ده؟ موضوع بسيط، وانت رايح تشتري انت هتبقى عارف موديل الكارت اللي انت عايز تشتري، هتعمل بحث على النت وهتعرف ايه درجة الحرارة الطبيعية للكارت ده في حالة الايديال ان هو مش شغال، وفي حالة الضغط عليه درجة الحرارة بتاعته بتوصل لكام، تبقى انت عارف درجة الحرارة دي وتقارنها باللي انت هتشوفه اثناء الاختبار. وموضوع درجة الحرارة ده من اهم العلامات اللي هتبين لك هل الكارت ده كويس ولا الكارت ده مستهلك ولا الكارت ده فعلا متعدن بيه والكارت خلاص منتهي تماما. لان درجة الحرارة لو كويسة يبقى معنى كده ان الكارت سليم وهيكون كويس. طيب في حد هيقول لي هو انا هروح اقعد عند التاجر، انا هروح افضل عند التاجر اقعد عنده نص ساعة ولا ساعة، ايه الكلام ده؟ هقول لك اه طبعا تقعد عند التاجر، مش كده وبس، ده انت كمان قبل ما تروح لازم تسأل على التاجر ده قبل ما تتعامل معاه، لان ببساطة ناس كتير بتشتري كروت واول ما تروح البيت بعد يوم او اتنين تبدأ تظهر المشاكل في الكارت، وبعد كده يرجع يروح يرجعه وتحصل مشاكل. فانت ريح دماغك من كل الامور دي واقعد ان شاء الله تقعد عند الراجل ساعة او ساعتين، اختبر الكارت بتاعك كويس وتأكد ان الكارت بتاعك سليم وبعد كده امشي. طيب في حد هيجي يقول لي هو انت ليه بتتكلم عن كروت الـ RX بس، ليه ما جبتش سيرة كروت انفيديا؟ اولا لان التجميع اللي انا عملتها اللي فاتت اللي كانت مستعملة كنت مستخدم فيها كروت AMD الـ RX 470 او الـ 570 او الـ 580. وتاني حاجة لان كروت AMD بنسبة 99.9 بيكون الكارت متعدن بيه، فلازم قبل ما تشتري تختبره وتتأكد ان الكارت كويس وسليم، بعكس كروت انفيديا نادرا ما تلاقي كارت كان بيتعدن بيه. ولكن لو انت حبيت تروح تشتري كارت من انفيديا مستعمل هتلاقي رينج الاسعار اعلى، انت ممكن تشتري كروت من AMD ب 1500 جنيه وب 1800 وب 2000 وب 2100، لكن عشان تشتري حاجة من انفيديا زي مثلا كارت ال 1060 الكارت ده مثلا نسخة ال 3 جيجا منه مستعمل بيعمل 2600 2700، ودي البداية. فانت ده السبب ان انا بتكلم على الكروت دي بالتحديد، ولحد ما اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، هيظهر لك فيديو هنا او هيظهر لك فيديو هنا، اختار لك فيديو وادخل شوفه.